أيها الأصدقاء، مبروك عيدكم. تلقوا مع تمرين آخر من تمرين الحسابيات. اقرأوا جيدا معطيات التمرين قبل أن نشرح في الحل. السؤال الأول، تحقق أن 5 و6 توافق لنا 1 بترديد 7. هذا السؤال في المتناول. أولا لدينا 7 عدد أولي، و7 أولي مع 5، بالتالي حسب مبرهنة فيرما الصغرى فإن 5 و7 موازية اللي هي 6 توافق لنا 1 بترديد 7. شق ثاني من السؤال، ثم استنتج أن 5 و6 2016 توافق لنا 1 بترديد 7. قبل من ذلك تكون جازت القسمة ديال 2016 على 6، غتعطيك 6 في 336. دونك لدينا 5 و6 توافق لنا 1 بترديد 7، أي أن 5 و6 الكل أس 336 توافق لنا 1 أس 336 بترديد 7. وبالتالي فـ5 أس 2016 توافق لنا 1 بترديد 7، ومنه المطلوب. ثانيا، من أجل كل عدد طبيعي n، نضع Sn كتساوي هذه المجموع 1 زائد 5 زائد 5 أوكاري جسك 5 أس n. أعرف بين أنه من كل أجل عدد صحيح طبيعي n، فإن 4 في Sn كتساوي 5 أس n زائد 1 موازنة. إذن ألف لدينا Sn كتساوي 1 اللي هو 5 أس 0 زائد 5 زائد 5 أوكاري جسك 5 أس n. دونك هذا مجموع Sn عبارة عن مجموع متتالية، ف Sn عبارة عن مجموع متتالية هندسية دوغيزون 5، دونك أساسها 5 وحدها الأول 1، وبالتالي ف Sn ومنه ف Sn فهي كتساوي لنا الحد الأول اللي هو 5 أس 0 أو 1 مضروبة 5 أس n زائد 1 ناقص 1 على 5 موازاة. أو يمكن لك تكتب 1 ناقص 5 أس n زائد 1 على 1 ناقص 5، أصلي لا مهم شوز. وبالتالي منه فهاد 5 ناقص 1 هتعطيك 4، هترجعها للطرف الآخر. دونك 4 في Sn كتساوي لنا 5 أس n زائد 1 ناقص 1، ومنه المطلوب. ثم استنتج أن Sn و5 أس n أوليا فيما بينهما. دونك لدينا الجزء الثاني، 4 في Sn كتساوي لنا 5 أس n زائد 1 ناقص 1، أي أن دونك هذا ناقص 1 رجعوا لها الطرف، وهذا 4 Sn رجعوا لها الطرف. دونك أي أن 5 أس n زائد 1 هي 5 في، ولا بغينا نمشي خطوة بخطوة، نمشي مش مشكل. أي أن 5 أس n زائد 1 دونك ناقص 4 Sn كتساوي لنا 1، ومنه ف5 أس n في 5 ناقص Sn، أو لا يمكن لك تكتب زائد اللي بغيت، ناقص 4 كتساوي 1. ومنه أي وجد 1 الزوج x0 y0 كيسا اللي هو 5 موان 4 ينتمي إلى زد كاري، تلك 5n في x0 زائد sn في y0 عطتنا 1. وبالتالي حسب ومنه حسب مبرهنة بوزو فإن 5 أس n أولي مع Sn. غتكتب هاد اللي عبرت عليه انا شفويا.
ب يكون العدد الصحيح أ، دونك أ ينتمي ل N، يقدر يساوي صفر أو أي قيمة من N. بين أن أربعة، إلا كانت عندك أربعة أس N كتوافق أ بترديد سبعة، فإن هذا يكافئ أن أس N توافق لنا اثنان بترديد سبعة. دونك خصنا نبينو هاد ليكيفالونس، سي إي سولمون سي يعني ليكيفالونس. أس N كتوافق أربعة، أس N كتوافق أ بترديد سبعة، هذا إيكيفالون أ اتنان إس إن كتوافق لنا اتنان أ بترديد سبعة. دونك نبينو لا بخوميييغ أمبليكاسيون. إلا كانت عندنا، دونك لدينا، إلا كانت عندنا أربعة إس إن كتوافق أ بترديد سبعة، دونك سوسي أمبليك. دونك حنا بغينا نوصلو لأن اس ان كتوافق لنا اثنان أ بترديد سبعة. دونك هنا عندنا اثنان، يعني خصنا نضربو حتى هنا كذلك في اثنان، أي اثنان في أربعة اللي هي تمنية اس ان توافق لنا اثنان أ بترديد سبعة. ولدينا أو لا، ونعلم أن تمنية توافق واحد بترديد سبعة. دونك ومنه فإن هادو تمنية كتوافق لنا، قلنا واحد بترديد سبعة، فإن اس ان كتوافق لنا اثنان أ بترديد سبعة. حنا بينا بخوميييغ امبليكاسيون، الآن خصنا نطبقو من هادي باش نبينو أن أربعة اس ان توافق لنا أ بترديد سبعة. الهدف من هاد السؤال هو باش نستعملو هاد النتيجة فيما بعد بطبيعة الحال. دونك إلا كانت عندنا اس ان توافق اثنان أ بترديد سبعة، دونك حنا بغينا نحصلو على التعبير ديال ربعة اس ان، يعني سوسي امبليك نضربو في ربعة طرفين، ربعة اس ان توافق لنا تمنية ا بترديد سبعة. نفس الشيء، ونعلم ان تمنية كتوافق لنا واحد بترديد سبعة، دونك هاد تمنية درا كتوافق واحد بترديد سبعة، دونك سوسي امبليك ربعة اس ان فهي كتوافق لنا ا بترديد سبعة. وبالتالي الآن عندنا ليكيفالونس، أربعة إس إن توافق أ بترديد سبعة تكافئ لنا أن إس إن توافق لنا اثنان أ بترديد سبعة، ومن هو المطلوب. سؤال جيم، بين أن أربعة مضروبة في اس المجموع ديال 2015 توافق لنا صفر بترديد سبعة. بعد اولا نشوف هاد اربعة ديال اس 2015 من شحال كيساوي. دونك لدينا اربعة اس ان، نرجع على التعبير، كيساوي خمسة اس ان زائد واحد ناقص واحد، اي ان اربعة حنا ان في هاد الحالة هو اس ديال 2015، فهو كيساوي لنا خمسة اس 2015 زائد واحد اللي هي 2016 ناقص واحد. ولدينا الآن استغل نتائج الأسئلة السابقة، خمسة اس 2016 ناقص واحد راه توافق صفر بترديد سبعة، ولدينا خمسة اس 2016 توافق لنا واحد بترديد سبعة، أي أن خمسة اس 2016 موانزة توافق صفر بترديد سبعة. ومنه فهاد أربعة في إس ديال 2015 هي خمسة أس 2016 ناقص واحد، ومنه فأربعة في إس ديال 2015 فهي كتوافق لنا صفر بترديد سبعة، ومنه المطلوب. ثم للاستنتاج، واستنتج باقي قسمة اس ديال 2015 على سبعة. دونك هنا غنستغلو نتيجة السؤال السابق، إذا كانت عندك ربعة اس ان كتوافق ا بترديد سبعة، ا من ان يعني يمكن يساوي حتى صفر في هاد الحالة، هنا هاد الحالة صفر، فإن هذا يكافئ أن اس ان توافق اثنان ا بترديد سبعة. دونك لدينا أربعة في اس 2015 توافق لنا صفر بترديد سبعة، اي ان دونك هنا نضربو في اثنان، وهنا في او اي ان نستغل مباشرة
نتيجة السؤال السابق أي أن S 2015 توافق 2 A، 2 في صفر، 2 في صفر حسب حسب نتيجة السؤال السابق، حسب B. ومنه فS 2015 يوافق لنا صفر بترديد 7. د. عين أصغر عدد طبيعي n غير معدوم بحيث يكون 7 قاسم ل s n. د. ثانيا د، يعني بغينا هنا يكون عندنا s n اللي كتساوي 5 عندك 4 أس إس إن كتساوي 5 أس إن زائد 1 ناقص 1. دونك بغينا ما تكون هاد التعبير هذا، هاد التعبير هذا، يعني هاد التعبير على إس إن، أو بالأحرى إلا كانت إس إن يعني على هذا على 4. ولكن حنا شفنا من قبل إلا كانت عندك 4 إس إن كتوافق 0 بترديد 7، فإن اس ان كذلك توافق صفر بترديد 7. يعني فقط حنا نشوفو هذا التعبير هذا، نشوفو امتى 5 اس ان او اصغر قيمة ياخدها ان باش يكون عندنا 5 اس ان زائد 1 ناقص 1 كيوافق لنا صفر بترديد 7. الى بينا هذه، يعني راه كنكون بينا ان اللي هذه هي 4 اس ان كتوافق لنا صفر بترديد 7، ولا كانت عندك 4 اس ان كتوافق صفر بترديد 7 فاوتوماتيكمون اس ان كتوافق لنا صفر بترديد 7. دونك يعني اصغر قيمة ياخدها ا بحيث غيكون عندك 5 اس ان زائد 1 كيوافق هاد ناقص 1 رجعوا على الطرف 1 اس 0 بترديد 7. اي ان ان زائد 1 هاد ان زائد 1 يكون كيساوي الصفر. إذا في هذه الحالة هذه ان كيساوي لنا واحد القيمة سالبة اللي هي موانزة، دونك هاد النتيجة مرفوعة، هاد القيمة مرفوضة. هنا نرجعو الصغر، تحقق ان 5 و 6 توافق 1 بترديد 7. دونك حنا استعملنا بوزو، كاين طريقة أخرى كتبقى تدرب فيها 5 و 1 شنو غتعطيك 5 و 2 كم توافق بترديد 7، حتى غتلقى في الأخير ان 7 و 6 هي اللي غتعطيك 1 بترديد 7. دونك هذه اصغر قيمه، احنا ما استعملناش هذيك الطريقه، دونك يمكن لك تستعملها. وبالتالي فاصغر قيمه باش يكون هذا اس ان كيوافق لنا صفر بترديد 7، يعني ان زائد 1 خصو يكون كيساوي 6، اي ان ان يكون كيساوي 5. دونك بوغ ان ايتيغال ا 5 غتكون عندنا اس ان، هذه اصغر قيمه بحيث اس ان بحيث يكون هاد اس ان كتوافق لنا صفر بترديد 7. الان ننتقل للسؤال الموالي. يكون ان عدد طبيعي غير منعدم، نعتبر في زد كاري المعادلة هاد 5 اس ان في اكس زائد اس ان في اكس كيساوي لنا 1، تحقق ان هاد لوكوب 5 ناقص 4 حل المعادلة او. دونك هنا بسيط، اولا انت شنو غدير، غدير 5. دونك هاد السؤال الأخير فهو راه في المتناول، لو بغيتو تتبعو بغيتو تنزلوه ماشي مشكل. دونك 5 في n في 5 زائد اس ان في موان 4، دونك خصنا يعني واش بالفعل كتساوي لنا 1. دونك عندنا حسب السؤال السابق لدينا، هذه فقط هي في الوسخ، لدينا هذه كتذكرنا بهذه، لدينا 4 اس ان تساوي 5 اس ان زائد 1 ناقص 1، أي أن 5 اس ان في 5 ناقص أو زائد اس ان في موان 4 كتساوي 1. ومنه غتكتبها، فهذا الكوبل 5 ناقص 4 حل خاص للمعادلة او. ثم استنتج حلول هاد او في زد كاري. دونك لدينا
عندك 5 أس إن في إكس زائد أس إن في إكغيك كيساوي 1، وعندك 5 أس إن في 5 زائد أس إن في موان 4، هذه أس إن كيساوي 1. هذا يكافئ لنا أن 5 أس إن في إكس زائد أس إن في إكغيك كيساوي 5 إن في 5. اس ان موان 4. دونك هذه الان في المتناول ديالكم، قوموا بحلها بالطريقه اللي كما راينا سابقا. دونك غتوجدوا ان مجموعه الحلول تكتب على شكل ك البرومي كوبل اكس ك في اس ان زائد 5، دوزيام كوبل هو موان ك مضروبه في 5 اس ان موان 4. شكرا لكم على المتابعه، نلتقي مع تمارين اخرى. شكرا لكم.